تحديات التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية وخاصة في الأقاليم الجنوبية شكل موضوع اجتماع النسخة العاشرة للمنتدى الجهوي للتنمية، والذي عرف مشاركة عدد من الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني. اليوم نحقق أحد أهداف 10 سنوات من العمل المشترك مع الجامعة، ما بين الجامعة والمجتمع المدني، من أجل استراتيجية فعالة للتنمية المستدامة. الحاضرين والمشاركين في هذه المسيرة العلمية يعني مقتنعون بأهمية الأوراش التنموية في المنطقة وينوهون بها. المتدخلون خلال هذا اللقاء ناقشوا العديد من التحديات والقضايا المتعلقة بتنمية المناطق الصحراوية والقاحلة، مؤكدين على الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تعتبر نموذجا للتنمية المستدامة. هذا اللقاء العلمي البيئي كيدخل ضمن اطار الحوار الوطني اللي كتعرفوا بلادنا هذه الايام، والمتعلق بالمراجعه الشامله للاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه. المناسبه عرفت تقديم كتاب لعمل جماعي بعنوان الصحراء الاطلسيه المغربيه، البيئه والفضاء وتحديات التنميه الترابيه المستدامه، الذي تم طباعته بتعاون بين كليه الاداب والعلوم الانسانيه بالرباط والجمعيه الوطنية للجغرافيين المغاربة.